دفاع يفشل. هيكتور موزيس كرة تسكر الشباك وجول جول جول جول. ممتاز اللعبة الأخيرة، ممتاز الفينش، والكرة في الشباك وتشتعل المدرجات. هذا هو الأداء الذي كنا نتوقعه منهم بعد تقدم بكل ثقة للانتصار. الفريق بات على مقرب. إيدن هازار كرة وهدف وجول عكسه. شيبة من الشبكة، شيبة الكرة في المرمى، كرة رائعة جدا في مرمى. مهارات تكثر من رائعة في الاستحواذ على الكرة. ألفارو موراتا تسديد الكرة جول. جولاتو 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 كي جول يا ولد. هذا هدف الثاني في المباراة، ولا واحد ممكن يوقف. شابي ألونسو الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهد فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. ألفارو موراتا هدف أول يفتحون به سجل المباراة. تكنيك الكرة فولي يظهر لي يلزمها برشا مهارة. نعم عصام، تحتاج إلى مهارة عالية. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الآخر المنافس استخلص الكرة. وضعية مناسبة والسانحة للتسديدة. فتح مجال التسجيل. لعب مميز جدا، اختار الزاوية المناسبة. الكرة تظهر سهلة لكن هي دقيقة جدا هنا، الدقة اللي جابت الهدف. استمتعنا بهذا الهدف.